حمزة. تواصل معكم مشاهدينا الأعزاء عبر صباح الشروق وذاكرة الشروق مليئة دائما بالكثير. ونتذكر معكم عبر هذه المرة برنامج طلت أيد. نتابع. في عالم الطيران وما أدراك ما عالم الطيران، وحنطير لكم نطير بكم الليلة في لمة العيد ده مع العديد من الضيوف، أنا وزميلي أحمد. بقول كل سنة طيبة. كل سنة طيبة علينا، والتحية لكل مشاهدينا الكرام على امتداد بث قناة الشروق. الليلة لما تعيد بين طيات السحاب، معانا عدد من الضيوف الكباتن والمضيفات، حنتكلم عن عالم الطيران، وما حنحاول نركز كثير على المواقف الصعبة لأنه دائما الناس بيخافوا من فكرة الطيران. يعني في ناس كتار موضوع انه راكبين الطيارة والتيك اوف واللاندنج، نعم، بتكون بالنسبة لهم قصة صعبة. نعم. فحنحاول نتونس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوظيفة الجميلة دي، بديل ناس يعني زيهم وزي كثير من الفئات اللي في اوقات كثيرة بتحرم نفسها من لما تلعيد مع اهلهم عشان يوصلون احنا سالمين وغانمين يعني لاي حتة. وحنستمتع في هذه الحلقة أكيد بعدد من الاغنيات والالحان مع الجميل هاني عبدين. من دياري واش قبالي خيوة داري أبقى تاي ما نداري والنوري في جواري نبض ناضي بك شاري حسو ساري في مساري ما بها ولا دواري على الطيران ده برضو فيه مخاطر كثيرة والأهل بتخوفوا منه جدا. حبدأ بيك أنت ورحلة اختيارك للحاجة. والله الاختيار يعني هو الطيران دائما عادة يعني هو رغبة أكتر من ما إنه هو مهنة زول يحاول يمتهنها. نعم. هي رغبة أكتر حاجة. ف يعني أنا كحاجة بالنسبة لي أنا خالد، يعني أنا من ما كنت يعني بديت أعرف كده رغبتي إن أنا أبقى طيار. والحاجة دي جات لأنه أنا عمي أخو أبوي اللي هو طيار. كل زول بالذات الطيارين بيكون عنده شاف ناس قبل كده هم طيارين وفي صغرته محببوه في المجال. أنا يمكن ما عندي الزول اللي هو القريب من الدرجة الأولى طيار خلاني أنا أحب الشغلانية، لكن يمكن أقول لك مثلا من ما أنا صغير جدا، يعني ما أنا عمري 10 سنين يمكن يكون أقل من كده، كان عندي محاولات كده غريبة شوية. يعني بديت اصنع طياره. اول رحله لك عامره، اول رحله لك انت بغاتي كده على الهواء، اقول لك ادي الناس تعليمات السلامه وبوابه الخروج من وين والحزام لازم يتربط، الحاجات دي كلها كان احساسك بها كيف في الطياره؟ وكانت الرحله ذات وين ماشيه؟ كانت الرحله اتذكر كانت جوبا. كنا داخلين جوبا، خرطوم جوبا. ف ما عارفه ما كانت بالنسبه لي، يعني انا سافرت برضو كثير، يعني ما كان في قصه خوف او كذا، فحسيت دائما قصة انك تدي الراكب التعليمات او كده دي بتحس انها مسؤولية، يعني انت لازم توصل للراكب ده انه ان كيس امرجنسي او اي حاجة لازم يعرف يعني. وسط صور مصور والصبوح النور، وسط الصور مصور والصبوح النور، القمر مدور مدور Thank you.
ممكن تكون كميه، ودي يعني حاجات احنا بنلاقيها طوال. يعني مثلا زي يتوفى لك راكب في الطياره، فدي من الحاجات اللي ممكن احنا نفسيا بتاثر فينا، لكن في نفس الوقت ما بنقدر نحكيها لانه الطياره ممكن يكون فيها ركاب تانيين. ففي حاجات كثيره شديد يعني بتضبط حتى على التوتر اللي ممكن يعني يحصل للركاب. ايوه يعني احنا لو حصلت لنا مثلا حاله بتاعت وفاه، بقدر ما يعني انا واحده من الناس بقدر ما بكون سوري بقدر ما بكون متالمه جدا. يعني بعد مرات يعني زول مات قدامك ده، دي حاجه مؤلمه يعني. فبقدر ما كده فبزول بيقوم يمسك نفسه عشان ما تدي يعني احساس بتاع حتى خوف. يعني الراكب ده لما يكون مثلا يحس انه في راكب تاني معه في نفس الطياره مات، فحاجه دي ممكن تكون حاجه مخيفه جدا جدا. والله طبعا المهنه ممكن تاخذ من زمنك، لكن ما يعني ما زي ما الناس بتخيلوها، بالذات في مساله الزمن اللي انت ممكن تديه للبيت. بتكون متعبه اذا كان الزول اشتغل برا السودان، او يعني في فترات الناس بتطلع بيكون في ظروف بتاعت شغل معينه. يعني زي زمان الناس يقول لك موسم الحج موسم كده، في حاجات بتخلي الناس تغيب كثير جدا جدا. لكن في الوضع الطبيعي هي من يعني مشكله غيابك عن البيت هو ما كثير خالص. لكن الحاجه اللي انا بشوفها حاجه سبيشال او مفروض او هي شويه بيتعبوا فيها او بيتعب فيها شريكك، هي توفير الجو المناسب لك انت جوا البيت. وحبك ساس مدل انفاس، احسك زي انا واشيلك شوك خطاه السوق الثاني بسنا. وحبك ساس مدل انفاس، احسك زي انا واشيلك شوك. تحية الصحة والعافية لزميلتنا لينا أنور من خلال صباح الشروق. وأحمد أي كان شباب وقتها يا حسام شباب. أنت ما حتعفيه وما حتعتبه أبدا يعني. أقل من الشباب أنا شايفه. أيوه خلاص إحنا مش الفاصل ونتفاهم تحت الهواء. نتفاهم في أحمد معروف. فاصل ونواصل مشاهدينا. أهلا بكم.